تحديا للإعراف الاجتماعية في بعض مناطق البصرة وسعيا لتمكينها، اجتمعت سيدات الأعمال بشكل مراعي للظروف الصحية لدعم المشاريع النسوية الصغيرة في خطوة تحدي كبيرة لما تعرضت له المرأة البصرية من قتل وعنف وتغييب لدورها في مختلف مجالات الحياة. جمع نسوي بمساهمة بعض المشاهير انتهى بنتائج توقيع عقود تخدم العنصر النسائي بمجالات التسويق والترويج. قمنا بجمع مشاهير السوشيال ميديا والإنفلونسر بمتابعيهم لكي يقدمون الدعم مجانا لهذه المشاريع الصغيرة، والجميع جاوب ويانا وسلطنا الضوء على مشاريع واعدة ضمن البصرة. المرأة البصرية قدمت كثير من التضحيات رغم الظروف اللي عاش بها المجتمع العراقي، ما زالها هي الضاحية وتستمر على مود تطور نفسها وتنجح أكثر وأكثر. لها محط رجل في المجتمع البصري، والحمد لله والشكر أنه أكو هالشكل إنجازات بدينا أنه إحنا نرتقي بها، خصوصا المرأة البصرية أكثر ظلما. بدورهم أصحاب المشاريع الخاصة بالمرأة كمصممي الأزياء أو مراكز التجميل يرون بأن المرأة العراقية في البصرة تحتاج لتدخل حكومي دعم لمشاريعها، كون المبادرات الدولية والإنسانية ليست بمستوى الدعم المطلوب للتمكين النسوي. أنا أشوف اليوم المرأة بحاجة إلى كثير من المؤسسات، كثير من الوزارات التي تعنى بالمرأة. يعني عندنا وزارات مختصة بهذا المجال، لكن للأسف كسولة لما تصل إلى المرأة. أنا من الناس اشتغلت كثير على المرأة وعلى تطوير مواهبها، لكن شغل فردي، هذا أعتقد شغل يجب أن تتبناه الحكومة. وتحديا لما قتلها واعتقلها واضطهدها أو قدمها كفصلية عشائرية، تتكاتف جهود المشاهير وصاحبات المشاريع الكبيرة لتقديم ما يمكن من تنبيه للمجتمع بضرورة إنصاف المرأة ودعمها سعيا للعدالة الاجتماعية بينها وبين الرجل بمختلف جوانب الحياة. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.